علي معكم ايمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو اخر معايا. هذا النهار البنات كما كتشوفوا غادي نشارك معكم ملابس اللي توصلت بها من شيئين، وقلت علاش لا ما نختارش لكم بعض الملابس هكا ديال ربيع وصيف ان شاء الله باذن الله. واختاريت حتى صبابط اولا نقولوا الصندالها، قلت زعما بانها غادي يسخن الحال فنحتاجوا شويه ديال الصنادل. المهم الصراحة عندهم بزاف ديال الحوايج والأذواق تختلف، كل واحد الذوق ديالو، كل واحد وشنو كيعجبو يلبس. أنا فقط دائما كما كتشوفو هما كيعطو ليا فقط 8 القطع، فأنا كنحاول نختار شي حاجة اللي زوينة ونقدر نلبسها أو نقدر نستافد منها. بالنسبة للتوب ديالهم راه شاركت معكم ماشي مرة ماشي جوج، التوب ديالهم زوين، يعني التوب ديال الملابس ديالهم زوين. بالنسبه للاحذيه يعني الا كنتي كتلبسي نفس النمره راه نفس النمره اللي غادي تلبسي عندهم حتى هما، واخا زعما من الشينوا. وبالنسبه للمات ديالهم فهما كيعطيو لك المات بحال دابا كديري ام، هما كيعطيو لك العبارات وانتيا كتختاري تشوفي العبار ديال الذات ديالك اينا مات لي غادي تجي معاه. رغم ان بصراحه بزاف المات اللي كتكوني كتلبسيه هو اللي كيكون عندهم، غير دائما باش ما تصدميش ولا تقولي اختاريت زعما شي حاجه ماشي مزيانه، فمن الاحسن تختاري تعبري يعني راسك وديك الساعات تاخدي المات اللي مزيانه ليك. بالنسبه للبنات راه كتشري من عندهم اونلاين تقريبا مده ديال 15 يوم كيوصلوك، ويلا بغيتي ترجعي راه في المستطاع ديالك ترجعي. وبعد طبيعه الحال غنخلي لكم واحد الكود غادي تستعملوه، هو بصراحه خدام حتى ل 31 في شهر مارس. كنتمنى البنات نفيدكم في هذا الفيديو بشي حاجه. نبداو باول حاجه على بركه الله. خديت واحد القريق بس الصراحه خديتها يعني هي زوينه، غير هاد البريون اللي فيها بريون بزاف ما كيعجبونيش الصباب اللي كيكونوا كيبريو بحال هكا بزاف، ولكن انا قبل كنكذبش عليكم خديتها ليلى عقلتو الجلابه ديالتي الصفراء اللي كنت لبست في رمضان اللي فات، ما عقلتش يمكن حتى هي غنلبسها هذا رمضان حيت ما هبطنا المغرب ما غادي حتى فين. وخديت ليها هاد القريقبه بحال هكا، جايه تقريبا بحال الشكل ديال البلغه. انا صراحه مع الجلاب كيعجبني بزاف نلبس البلغه، ولكن ما شريتش ليها البلغه فاش كنت في المغرب، فقلت غادي ناخذ هذا بحال تقريبا بحال البليغه، دير بحال هكا. والبنات شوفوا هنا، شوفوا راه كنبرقق ليكم، وانا راه انسانه برقاقه، اللي تيعرفني راه عارفني عزيز عليا النبيش. والله البنات ما كيبان فيها حتى اللصاق، هكا اللصاق ما كتبانش فيها لانكم عارفين الصبابط ديال الشينوا كتكون باينه فيهم اللصاق. وبالنسبه لهنا راه ما كتزلقش كما غادي تبان لكم، حرش يعني ما غاديش يزلقك، لان فاش كنشريو البلغه كنديروا لها التفريشه. المهم بالنسبه لهذا البنات فانا اختاريت الماط 37 وجات لي النيشان هي هذيك في رجليا، لانني بصح كنلبس 37. انا البنات قبل ما نبدا معكم المنتج ثاني كنتمنى ديروا لي جيم باش تشجعوني اكثر وتحمسوني اكثر. وبالنسبه للناس اللي اول خطره غادي يكتشفوا القناه ديالي ما تنساوش تفركوا على زر الاشتراك باش تنضموا للعائله ديالنا، وطبيعه الحال الا عجبتكم القناه ما تنساوش زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. بالنسبه للمنتج ثاني البنات فانا خديت هذه الصنداله هذه اولا هذه القريقبه هذه ديال البحر ديال التسياق، بما انه البحر ديال فرنسا داك العام شفر ليا السبه ديالي ومازال ما تلقاش لدى الحدود باش نمشي لبريكا نجيب سابه وحده اخرى، فقلت ناخذ هذه. الصراحه هنايا بلاستيك ما عرفتش مع الماء واش غادي تزلق ولا لا، ولكن بانت لي شويه حرشه. بالنسبه لهذا القريقبه البنات فهو نفس الشكل الموديل ديال فالنتينو، يمكن فالنتينو زايدين ليه هنايا واحد السمطه بحال هكا. المهم بالنسبه في الرجله البنات خفيفه بحال ما لابسه حتى شي حاجه، الا بغيتي تمشي للبحر او بغيتي تمشي لابيسين او لا تسيقي في الدار زوينه البنات هاد القريقبه هذه. بالنسبه للاثمنه البنات فانا غنخليهم لكم هنايا، وحتى الصوره في الارجل كيفاش كتبان. بالنسبه للمنتج الثالث البنات اللي اختاريت وهو هاد السويتشيرت هذا كما كتشوفوا، ماشي سويتشيرت كسوه طويله على بحال الشكل ديال سويتشيرت كما كتشوفوا في الصوره، فهي كتجي طويله حتى لتحت يعني ما محتاجاش تلبسي معاها حتى شي حاجه من طبيعه الحال الا غادي تبغيتي تلبسي كولون اولا شورت من التحت لك الاختيار. وبالنسبه للون ديالها البنات كما كتشوفوا فهي فيها السومو فيها هذا البلو تقريبا اولا الازرق فيه تقريبا الدرجات، يعني فيه شويه مغموق شويه خفيف.
في الوقيته ديال الصيف بحال هكا تلوحيها فوق منك مبرده، حتى التوب ديالها كنحس به مبرد، وانا صراحه حسيتني بحال لابسه جلابه يعني تقدري تلبسيها وتلبسي معاها دوك سبرديلات اللي كيجيو بحال ديال الكونفيرس اللي كيجيو ساهلين في اللبسه اولا كيجيو بحال الموكاسان، فغادي تجي اللبسه زوينه. وكما كتشوفوا راه التوب ديالها البنات يعني مبرد ولا غلطه، فاش نقول لكم ولا غلطه راه ما كنكذبش عليكم البنات. وبالنسبه ليا انا فخديت فيها المط 38 يعني. هنا البنات ندوز معكم القطعه الرابعه كما كتشوفوا، فانا اختاريت هكا الكسيوه كما كتشوفوا باليدين طوال، وهنايا كتجي بلاستيك، وهنايا في القدام فيها الفريفرات الفرفرف عند الكتاف وهنايا في العنق كتسد هكا بالخيط كما كتشوفوا البنات في الصوره غادي تبان لكم كلها. فعند الكرشه البنات كتجي فيها سنطه بحال المهم مجموعه بلاستيك، فهي شويه كتعطيك شويه ديال الطول، وحتى كتبين بان الخصر ديالك مضيق. بالنسبه للتوب ديالها البنات فهو مبرد وما كيبينش، التوب ديالها مبرد زوين لوقيته ديال ربيع الصيف. وهذا اللون هذا راه غتشوفوني بديت كناخذ منه، يمكن داك العام خديت فيه قميجه وهذه الخطره زعمت خديت فيه كسوه. هاد الالوان الصراحه ديال هذا الصيف بزاف دايرين البلوسيه الخفيف هو اللي غالي. البنات غادي نجي لكم المايو اللي خديت. بالنسبه للمايو البنات ماشي مايو هذا ديال السيرف، ديال الناس اللي كيديروا السيرف، وحتى الناس اللي ما كيعجبهمش يلبسوا يعني كيعجبهم يغطيو لحمهم كامل، كيجي ملصق الكذوب على الله حرام، كيجي ملصق في الذات. راكم عارفين الكومبين ديال 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 السيرف كيجي هكا سروال لاصق. انا ما نكذبش عليكم عندي البوركيني وكنت كنلبس البوركيني، ولكن فاش كندخل نعوم القميجه ديالو كتبدا تطلع كتبدا ما عرفش المهم كيديرونجيني في العومان، انا كيعجبني نعوم، فقلت غادي نبدا نختار ناخذ هكا الكسوات ديال ماشي الكسوات الكومبينه ديال السيرف ونزيد عليها الصايه غادي نشاركها معكم حتى هي. وطبيعه الحال فاش كتخرج من البحر كتلوحي عليك كاشمايو، لان حتى الا كنتي لابسه البوركيني فكيكون ملصق عليك، فضروري خصك تلحي عليك شي حاجه. التوب ديالو راه حتى هو بحال ديال المايو. وبالنسبه هنايا غادي نحل لكم بالنسبه للداخل ديالو هنايا، فما تحتاجيش تلبسي المايو راكم عارفين فاش كتفزقي بالماء. عندهم دايرين هنايا البونج ديالو في جهه الصدر. وبالنسبه للطول فالبنات جا ليا النيشان هو هذاك، بالنسبه للناس اللي غيسولوا فيا مترو 60 فجات ليا طول النيشان هي هذه. المهم نعوم بهم ان شاء الله، وكنظن بان هادو ديال السولف راه يعني كلشي مايو مهم، ما غاديش ما نظنش بان غايقولوا لك الا ما تلبسيهمش في جهه لابيسين على ما اظن. دوز لكم البنات المايو الثاني اختاريت المايو هذا العام حال حتى نعوم بالنسبه لهذا المايو هذا الصراحه عجبني الشكل ديالو اكثر من الشكل ديال الاول، يمكن الاول كو كان غير مايو يعني ماشي بحال هكا ماشي كومبين ديال السيرف يمكن كان غادي يعجبني اكثر، ولكن هذا لا هذا حمقني بزاف. جيت هو داير نفس الفصاله ديال هذاك، غير هذا فقط في التحت ديالو كما كتشوفوا راه كيجي في السروال في التحت ديالو عنده هاد العيبه هادي. الا عقلت البنات شحال هادي فاش كنا صغار كنا كنلبسوا هاد الكولونات هكا، المهم البنات ديال الثمانينات غيعقلوا عليهم، في التسعينات هكاك التسعينات يمكن في الاخر ديال التسعينات هكاك كنا كنلبسوا هاد الكولونات، وفي الاول ديال 2000 كنا كنلبسوا هاد الكولونات المهم بالنسبه للطول ديال البنات فتا هو نفس الشيء، جا ليا نيشان يعني ما حسيتش به مزمطني ولا حتى شي حاجه. بالنسبه للماط الماط اللي كنت باغيه نقول لكم حتى هذا البنات نفس الشيء، حتى هو هنايا جهه الصدر دايرين فيه هذه ديال البونش. بالنسبه للماط البنات فانا خديت فيه ام وجاليه مزيان البنات. كما قلت لكم حاولوا ما تنساوش بان هذا راه كيتجبد يعني ماشي بحال التوب عادي، يعني التوب كيتجبد، فحاولي الا ما بغيتيش يجي لك طويل بزاف تنتي شوفي على حساب. بالنسبه البنات المنتج السابع فهو هاد الصايا، كما قلت لكم خديت ليهم الصايا باش لبسها من الفوق ديالو، بصراحه زوينه جات كتجي بالكيلوت ديالها، وحتى نتوما شوفوا الكيلوت ديالها راه دايرين فيه هذا. بالنسبه للصايا البنات فانا اختاريتها في الماط
ام غير جات ليا هاد الفرفره طويله بزاف، جات ليا مفرفره بزاف، فانا كنظن ما عجبنيش الشكل ديالها بانها مفرفره بزاف، فانا كنظن غادي نقص منها، نقص منها هكا باش، حيت انا ما بغيتهاش تجيني مفرفره بحال دوك الكساوي ديال رميسة، الصياد ديال رميسة، بغيتها زعما غير تجيني شويه سامبل. وكما قلت لكم حتى هي كتجي بالكيلوط، الا ما بغيتيش بالكيلوط راه يمكن كاينين عندهم في الويب سايت بلا كيلوط. وبالنسبه للنساء اولا السيدات اللي ما دايرينش الحجاب وكيبغيو يلبسوا اولا كيبغيو دوك المايوات اللي كيكونوا كورسير بحال هكا واصلين حتى عند تحت الركبه، اولا كيبغيو يكونوا لابسين مع الشورت، كاينين اللي كومبين حتى هما بحال هكا من عند الشورت حتى لعند الفوق، اولا كاينين السيدات اللي اش غادي نقول لكم كيعجبهم يلبسوا مايو وكيعجبهم يلبسوا معاه بحال هاد الصياد، فحتى هما كاينين عندهم اولا تلبسي المايو عادي، وكاينين عندهم الكولونات ديال السباحه البنات اللي كيجيو هابطين حتى لتحت اولا كيجيو نصاصيين. انا ما اختاريتهمش، قلت غادي ناخذ كومبينه نيشان لانني يعني محتاجه الكومبينه نجي معكم لاخر قطعه، اخر قطعه وهي هاد البيجامه، بما انكم عارفين كان حماق على البيجامات ديالهم، وبالضبط هادو اللي كيجيو دايرين بحال الحرير الصراحه غزالين البنات. بالضبط هاد التوب هذا بالبيجامات اللي كيكونوا بهاد التوب، الا ما كانش التوب ديالهم زوين كيخنزوا، ما كتكونيش كونفورطابل فيهم، كيعرقوا، داكشي علاش كتخنزي، وفاش كتكوني ناعسه ما كتكونيش ناعسه مرتاحه. بالعكس هادو البنات عجبوني عندهم بزاف، راه دابا يمكن عندي 3-4 البيجامات ديالهم. بالنسبه لهاد الشكل هذا البنات فانا خديتها في الكحل، وهنايا دايرين فيها واحد الخط في الغوز، وخديت ليها الفوق ديالها، الفوق ديالها البنات عجبني هذا الشكل هذا اللي كيجي بحال كيمونو، كيجي زوين البنات، وكما كتشوفوا داير بحال هكا مورد فيه الغوز وهذا الخضر، عجبني هذا الشكل بزاف. بالنسبه لهاد البيجامات هادو فحتى هما كتحاولي تختاري اولا كتحاولي تشوفي اشنو اللي غادي يجي قدك، كتحسبي كتعبري على حساب الكتاف، كتعبري على حساب هنايا الكرش، وكتعبري على حساب الباسان ديالك، وكتشوفي حتى الطول ديالك شحال نوفي. فاش كنقول لك الطول البنات ماشي من راس حتى لا، الطول بحال دابا من الكتف حتى لعند الرجل، وديك ساعات كتعرفي باش تختاري المقاسات. بالنسبه للبيجامات فانا كنختار فيهم النمره ام، كتجي ليا مزيانه حتى في الصمطه ديال السروال، ما كتجيش مزيره اولا شي حاجه، كتجي لاستيك هكا خفيف كما كتشوفوا، ومريحه بزاف في اللبسه. هنايا البنات كان وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى نكون فدتكم في شي حاجه، وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش تستعملوا الكود قبل من الاخر ديال مارس ان شاء الله، و بصحتكم الا شفتوا شي حاجه. السلام عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله، باي باي عليكم.